السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مروة السمان ودي قناة من الصعيد. ايه رأيكم النهاردة هعمل لكم فيديو حلو قوي عن ايه؟ عن الرز وتسويته. شايفين؟ عشان ما يطلعش معانا معجن ولا نص تسوية. لا، النهاردة عاملة لكم رز بالشعرية. بصوا، فلفلناه وياهو هنطشه بالشرب. ورجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ما حطيت الرز طشته بالشوربة. هنا انا حطيت عليها شوربة فراخ. بصوا يا جماعة، دي الطماطم اللي انا بحطها في الشوربة عشان لما اسلق الفراخ ما تبقى ريحتها حلوة. بصوا مقدار عقلة الصباع هنسيبه يتشرب، يعني فوق الرز مقدار عقلة الصباع هنسيبه يتشرب، وبعد كده هوريه لكم لما يستوي. ايه رأيكم بقى في الشكل ده وفي المنظر ده؟ شايفين؟ شايفين شكله حلو ازاي؟ بصوا بقى، بصوا بقى، دليل ان هو مفلفل. بصوا بقى شكله ازاي، وشايفين بيلمع ازاي؟ عارفين بيلمع ليه؟ بيلمع لان الشوربة اللي نزجته بيها وطيبته بيها شوربة فراخ، وايه دسمة بطريقة فظيعة. اتمنى ان النهاردة الوصفة تعجبكم. بصوا بقى طعمها يجنن. سلام.